السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا الفيديو اليوم، فيديو جديد ونهار جديد. المهم سمحوا لي على الوطاخ حيت عطلت عليكم شويه، ولكن المهم انا غادي نعاود لكم اشنو وقع لي اليوم بالضبط وكيفاش وقع هادشي ديال المحكمه اليوم. المهم كيف ما ديما والبارح واليوم صبحت على المحكمه، البارح غير فقت مشيت واليوم كذلك غير فقت هكا فطرت اليوم على الاقل، البارح كاع ما فطرت. المهم مشيت للمحكمه وكان اليوم التقديم، حيت كيف ما عرفتوا انه البارح كانت واحد الجلسه ديال واحد البنت واحده اخرى. نتوما المهم عارفين التفاصيل، يعني ما نتعمقوش في التفاصيل. بالنسبه للناس انا شوفوا الفيديو، غادي نهضر معكم باختصار شديد وندخل نيشا في الموضوع، يعني بلا مقدمات بزاف. المهم بالنسبه لي انا البارح ما مشيتش كنتلصق في الشكايه ديال عباد الله ولا شي حاجه، لا انا مشيت جبت الشكايه ديالي وحطيتها وقدمتها. انا ماشي ما شكيتش بداك الانسان ولا شي حاجه، انا الشكايه ديالي كانت في شهر 12، غير الفرق ما بين داك الانسان انها تفعلت لها الشكايه ديالها دغيا وانا لا، انا تفعلت لي الشكايه ديالي وكان كيتصلوا به، الرقم اللي حطيت هو هذاك كانوا كيتصلوا به ما مشاش، ولكن العنوان هو اللي كنت خاطئه فيه وما فهمتش انا من غادي نجيب العنوان ديال السيد. انا ماشي من النوع اللي كنعرف هذا وهذا وهذا، وعندي بزاف ديال المعارف وبزاف ديال الاصدقاء، داكشي اللي كان عندي يقدر يكون غلط هو اللي حطيته في الملف وفي الشكايه ديالي. يعني العنوان كان خاطئ، داكشي علاش تعطلت الشكايه ديالي بزاف، هذا هو الفرق. العنوان ديال داك السيد اللي حطيت به الشكايه كان خاطئ، هادشي علاش، حيت كيمشيو عنده ما كيلقاوش السيد في داك العنوان، كيتصلوا به ما كيجيش، داكشي علاش الشكايه ديالي مشات للمحكمة. اما كون حطيت كل شيء المسائل نهار الاول هي هذيك، كانت غادي تتم الامور بحالي بحال عباد الله، انا مواطنه مغربيه بحالي بحال اي انسان، ما كاينش شي واحد عنده الحق اكثر من الاخر ولا واحد مجهد اكثر من الاخر، راه حنا كاملين سواسيه وكاملين حطينا نفس الشكايات. غير انا قلت لكم الفرق هو انه واحد عنده داكشي مضبوط، انا ما عنديش معارف، ما عنديش كيفاش غادي ندير، كنتعذب بوحدي، وخصوصا كل واحد خاص كيجيب عناوينه، كل واحد انا ماشي انسانه كنبقى نطير ونهبط ونطلع ما عارفاش فين اصلا. ها انت بغيتي تطلعي وتهبطي فين واش تبقاي تتبعي بنادم؟ ما فهمتش انا. المهم هذه الاولى حنا دوزناها، انا ماشي ما تفعلوا لي شكاياتي ولا حيت انا ما مقابلاش شكاياتي، انا مقابله شكاياتي كنتصل بالمحامي ديالي ساعه ساعه فين وصلوا داك الشكايات، وما سوق حتى شي واحد فيا في الاول وفي الثاني، ما سوق حتى شي واحد فيا واش انت عاد فقتي. المهم فقت، عاد فقت ولا قبيله فقت ولا مازال ما فقت، المهم انا فقت، هذا هو الاهم. وانا ما كنتلاوط على حتى شي شكايه وما كنتلصق على حتى شي واحد، انا فقط منين جا السيد ولا في يد المخزن داك الساعه صافي فكرت انني نمشي نجبد الشكايه ديالي باش نقول لهم فوالا ها هو عندكم، يعني نتوما شحال هادي كنتو كتمشيو تقلبوا عليهم ما كتلقاوش، ها هو عندكم استمعوا ليه دابا، طبقوا معاه الاجراءات والقانون دابا، يعني ما حدو انه كاين عندكم، انه دابا موجود كاين. هذا ما كان. المهم مشيت جبت الشكايه ديالي، والشكايه ديالي انا بوحدها والشكايه ديال السيده بوحدها، كل وحده وعندها المسائل ديالها بوحدها، وشكايتي انا قديمه، شكايتي انا في 2023 شهر 12 درتها، وفي شهر 3 كنت مشات للمحكمه ومشيت كنقلب عليها، وسبحان الله العظيم اقسم بالله العلي العظيم الا كذبتي خرج كاع المحامي كذبني في هذه. شتي النهار اللي غادي تشد داك الانسان كنت صونيت، شتي النهار كاع النهار انا صونيت عليه في الصباح وانا في العشيه كنسمعو تشد، صونيت على المحامي قلت له اشنو داكشي فين وصل، في العشيه سمعتو تشد، يعني انا كنسول على شكاياتي، انا كنخلص المحامي ديالي ما كنتسنى حتى شي واحد يخلص عليا، وشي واحد الا خلص عليا يخرج يكذبني، انا ما كيخلص عليا حتى شي واحد شكاياتي ولا شي درهم، ما عطاني حتى شي واحد شي حاجه، وما سوق حتى شي واحد فيا، انا كنقولها من الاول ومن الاخر ما شغل حتى شي واحد فيا، حقا ما كتقابليش، حقا عاد فقتي، حقا عطفت عليك الشمعه، ما شغل حد، باش نكونوا واقعيين، حيت اللي تأذى هو انا، اللي ضر هو انا. انت عاد فقت عليك الشكايه، انت حنا بغيناك انت تكوني انت اللي تعتقل بسببك، بغيناك انت. المهم انا عاد فقت، ماشي عاد فقت، المهم طبقت الاجراءات ودرت جهدي ودرت جهدي ودرت اللي عليا، هذه الاولى.
المهم غادي نهضروا واحد شويه، غادي نطرق الموضوع ديال سمحوا لي غادي نخرجوا شويه على الموضوع، ولكن الحاجه اللي بغيت نهضر عليها حتى هي عمتي اسيا. المهم بالنسبه لبابا وعمتي اسيا وهاد الناس هادو اللي كل ساعه بنادم فاش كترشق ليه كينوض ويضرب فيهم، مره كيكونوا مزيانين مره كيكونوا خايبين ويضربوا فيا حتى انا كذلك. انا بعدا يسرى ديما خايبه يسرى، فهمتوا؟ يسرى داك النوع اللي ديما هي اللي ما مزياناش وديما هي اللي خايبه وبزاف شي الحاجات. ولكن اللي غادي نبغي نقول الناس حسبكم انا عمتي عندي رخيصه ولا با عندي رخيص، با كنقول فيه كلام الواقع، ما كنقولش شي حاجه انا زايده من راسي، كنقول الواقع. ما خداليش حقي، هذاك الشيء اللي كيبقى فيا. راه بابا غير اتصل بيا في الصباح قلت له بابا راه عندي تقديم مع السيد وسيد، وقلت له بابا الحمد لله انا درت 18 عام بديت كناخذ حقي، ماشي بحالك انت ما كنتي ناعس وهذا، وكنرجع ليه اللومه بيني وبينه وبين المشاهدين. انا بابا هذا الشيء اللي كان، هذا هو الغلط اللي دار معايا، هو انه ما خداليش حقي وما وقفش على حقي، هذا الشيء اللي كان. اما انه تاجر بينا ودار بينا وزرى بينا، ما دارش هذا الشيء. انا باش نكون واقعيين، بابا ما دارش هذا الشيء، ما تاجرش بينا. بابا كان انسان كيحافظ علينا، غير هو كان معكاس وبزاف ديال الحوايج وبارد، وهذا الشيء انا كنقوله ليه وكنقوله ليكم حتى نتوما. هذه الاولى. ثانيا عمتي اسيا اللي زعما كل ساعه اخت بكري شاو تفتخر، باش كتفتخري؟ تفتخر بخوها، تفتخر بخوها اللي تبارك الله ما شاء الله، شنو مالك زعما؟ ما فهمتش انا، باش كتفتخري؟ كتفتخر بخوها، وانا كنفتخر ببابا وكاملين كنفتخروا به. في الحبس قدر الله وما شاء فعل، كنفتخروا به. زعما داك النهار احقا ما خبركمش راه مات لها الحولي، مات لها الحولي من بعد قدر الله وما شاء فعل. اييه شرينا الحولي ومات ليها، كاي واحد في الدنيا يقدر يشري الحولي ويموت ليه. شنو كاين زعما قضيتيها زعما واعره انتيا، زعما انتيا راكي واعره، مات لها الحولي طنزه وكتنزو عليها زعما وراكم واعرين، مات لها الحولي من بعد. كايها الناس كيموت الحولي كيقدر الله واحد الفعل كيموت، والحمد لله اللي مات. واقسم بالله هي بقات كتقول الحمد لله اللي ما تكون، كون كان فيه شي مرض، كون كان فيه شي حاجه يمرضوا الدراري ويمرضوا هما ويبقاو في السبيطارات. الحمد لله الحاجه اللي توقع بحال هكا يقول بنادم بناقص، يموت الحولي ولا نموتوا حنا. الحمد لله زعما باغا تقمعيها هي في اللايف ديالك، حقا ما قلت لكمش بنت خت بكري شراها مات لها الحولي، ومن بعد زعما شنو مات لها حولي ب 54 الف ريال، تشري حولي ب 70 الف ريال احسن منه كاع ان شاء الله باذن الله، ونشريو لها ما عرف شنو. يلا زعما شنو قضيتي؟ زعما شنو زعما كتبغي تقمعي عمتي؟ واللي ضرب في عمتي ولا ضرب في با ولا ضرب شي واحد من هاد الناس راه بحال ضرب اميمه، بحال ضرب فيا انا، واحد من هاد الناس هادو عائلتي لحمي دمي كلشي، راه بحال ضرب فيا انا واخت بكري شو افتخر كتفتخر بخوها. من بعد شنو زعما بخوها بكريت اخوها زعما شنو كيدير كاع كتفتخر به؟ اي واحد كيفتخر بواحد من دمو عزيز عليه؟ صافي سالينا الهضره. المهم بنادم كيبغي يحطم انسان كيشوفو يلاه بادي، وهو اصلا الحياه محطمه والحياه تبركه عليه، وهو كيزيدك. ولكن انسان حقاني ما كيعجبكمش، كتعجبكم العبوديه نتوما، ناس كتعجبكم العبوديه، واخا تسبوا الانسان واخا ما شنو ديروا له ما يخرجش ضدكم، ولا ما يخرجش يجاوب على راسه، ولا ما يخرجش يهضر على راسه، وهذا من قله الادب ومن قله الاحترام. احترموا شويه الانسان، لان حتى هي انسانه وحتى هي بغات تخدم على راسها، وحتى هي شنو زعما مات لها الحولي؟ شنو زعما قضيتوها باغيين تقمعوا السيده زعما وباغيين تقهروها؟ وهي والله ما مقهوره منين مات لها الحولي، ما تقهرتش كاع اقسم بالله ما تقهرت، بالعكس قالت لك الحمد لله منين مات قبل ما كليناهش، كون الله يستر تاكلينا عاد بقينا غادي نجي للسبيطارات. ولكن باش انا تفقست على ديك الهضره اللي تقالت في بلاصتها هي، ما تفقستش ليها، وانا كنبقى نشوف انا الانسان زعما شنو المغزى من هذا الشيء هذا. المهم هذا واحد الموضوع وطرقنا ليه واحد شويه. بكري شبابا نقول فيه وما نخلي اللي يقول فيه، سمعتي؟ نقول فيه وما نخلي اللي يقول فيه، ما خدناش حقنا بزاف د الحاجات. ولكن اختي التاجر بينا ما تاجرش بينا، بابا انسان ما تاجرش بينا، اللي تاجر بك هو اللي كيدير بزاف ديال الحوايج بلا ما نقولهم وصافي. بابا مسكين ما تاجرش بينا، كنا كعائله
كاي واحد في اليوتيوب كيبين ولادو ولا ما كايناش غني كاي واحد كيبين وليداته هو جالس معاهم هو خارج معاهم هو هذا ولكن الغلط اللي دار هو هذا انه ما تصرفش وما دار حتى شي واحد وما وقف حتى واحد عند حده هذا هو الغلط ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات وحقا بكري شاعيه في الحبس ومالك عيتي بالحبس كدر سير اختي انت دوزي الحبس ونشوفوا واش ما تعيش سير دوزي غير سيمانه وشوفوا واش ما غتعيش الحبس اللي يعطيه شي مسلم واخا يكون كيلبس الذهب تكوني كتلبسي الذهب كل نهار لبسه ديال الذهب والهلا يعطيه شي مسلم واخا المهم سمحوا لي زهير صونالي داكشي علاش قطعت صافي هادشي اللي كاين البنات ما غاديش نزيد نطول في داك الموضوع بزاف قلت لكم غادي نهضروا اليوم على استغفر الله العظيم حتى شدني السخف سمحوا لي والله انا اصلا هاد الايام مريضه شويه وسمحوا لي شوفوا عيني هابطين وكلي هابطه وكلي كاسه كتشدني السخفه المهم ما نهضروش بزاف قلت لكم مشيت للتقديم في الصباح لقيت بعد المحاميه معصب وكلشي معصب حيت عطلت شويه حيت داري والمحكمه راه بحال سافرت والله العظيم الا عندي اكثر من نص ساعه ديال الطريق وخصوصا الطريق ملي كيكون فيها لومبوتياج ما يمكنش شحال كتكون تتعطل اكثر المهم لقيت المحامي معصب دخلت اول حاجه دخلت هي تلاقيت بالمحاميه كنعرفها ديجا سلمت عليها وداك الشيء واحد ساعه وهي تجي عندي السيده اللي عندها حتى هي الشكايه بداك الانسان جات عندي سلمت عليا انا ما عمرني شفتها ما كنعرفهاش قلت لها واش انت يا فلانه قالت لي اه المهم سلمت عليها انا انسانه جات سلمت عليا ما كيهمنيش شكون هي اخت من بنت من صافي علاش لان الكرش كتولد الصباغ والضباغ عادي ما كيهمنيش انسانه شكون هي مهم جات عندي سلمت عليا عطاتني صوابي كذلك حتى انا سلمت عليها عطيتها صوابها هادشي اللي كاين المهم قالت لي ضرني بزاف وهادي اش كتهلي لها واش كتهلي واحد شويه وصافي المهم دخلنا عند وكيل الملك تستفنا انا وياها بحال هكا وقال وكيل الملك قال بوليس جيب السيد المهم صافي جاب السيد انا واقفه في الوسط هي كاينه هنا وانا هنا وهو وحدي بحال هكا قبل ما يجي سولني قال لي شنو دار لك هاد السيد قلت له انا هاد السيد هذا كل نهار كان وانا قاصر كان كل نهار كيخرج ويعايرني وكانت عندي واحد القضيه في المحكمه وكان كيقول لي المطبوعه ويقول لي فما النوبه اليوم واش في كل في السريعه المهم يعني شي هضرات انا راه سمعت داكشي كامل كنت كنسمعو وداكشي كامل قلته هادشي قبل ما يجي هو كان كيقول لي فمن النوبة اليوم والمطبوعة وفاش خرجوا الخبرة وما عرفت شنو المهم قلت له هذا كل نهار كيخرج يعاير فيا قلت له راه المحاضر حداك حيت انا كلشي درتو بالتفريغات راه كلشي حداك قراه المهم صافي بقات هكا الهضره فاش جا هو جا حدايا المهم هكا صافي المهم بقاو كيهضروا قال له انا ما قصدتش في هادشي هذا زعما ما قصدتش هذا ما عرفت شنو الانسان ما قصدتش ما فهمتش ما قصدتش انسان كل نهار ماشي غير غلطه ديال فيديو ولا غلطه ديال لايف ولا غلطه ديال فيديو ولا جوج لا مده عام وانسان كل نهار كيعاير فيك ولا اكثر من عام راه فوقاش بدات هاد القضيه هادي عامين مهم عام ونص ولا شحال وكل نهار انسان كيخرج يعاير فيك وما قصدش فهمتي كل نهار انسان خارج كيعاير فيك وهادشي كامل وما قصدش المهم صافي بقى داك الهضره هكاك بقيت كنشوف فيه انا بحال هكا حس اول مره يمكن نشوفه مباشره بقيت كنشوف فيه واحد ساعه هو كيدير ليا بحال هكا قال لي سمحي لي بحال هكا سمحي لي بقيت انا كنشوف فاش خرجنا بحال بغا عاوتاني يهضر معايا يقول لي سمحي لي ولكن البوليس صافي غيديوه وانا عاوتاني خصني نخرج المهم انه هو قدم لي واحد الاعتذار وسمحي لي وفاش خرجت قلت لها المحامي هاد الهضره وقلت لها كلشي كان كيسمع قلت لهم باللي بقى فيا حتى المحامي ديالي حنين باش نكون واقعيين حتى السيد نوري استاذ نوري تحيه ليه صراحه مات المنبر هذا حنين حتى هو وكذلك انا وياه والله الا بقى فيا صراحه ملي قال لي داك سمحي لي باش نكون واقعيين بقى فيا ما كنبغيش لشي واحد الحبس ولكن واخا هكاك ما عرفتش كيفاش نوصف لكم قال لي سمحي لي بقى فيا ولكن
شي حاجه تتقولي لداخل ما تنازليش. وشوف نقول لكم واحد الحاجه، انا ماشي ما باغاش نتنازل حيت غيدخل الحبس، انا ما باغاش نتنازل يدخل الحبس ولا ما يدخلش الحبس ولا دوز غير جلسات، المهم ما نتنازلش. انا ما عنديش غرض انه ضروري يدخل الحبس، المهم ما نتنازلش على حقي، فهمتي؟ انا مهم ما نتنازلش، يدخل ما يدخلش مهم ما نتنازلش. وخصوصا ملي كنتفكر النهار اللي كان بابا داخل الحبس وكان بابا في التقديم وهما كيصفقوا وباغين بابا يدخل الحبس وكيتسناو بفارغ الصبر انه يسمعوا بكريشه تعتقل، بفارغ الصبر يسمعوا بكريشه تعتقل. وقسم بالله الا داك اللحظه فاش دخل التقديم وفاش دخل البيرو وداكشي، تخيلت داك النهار عرفتو رجعت الذاكره ديالي رجعات العام اللي فات بحال التوقيت هذا، فاش كانوا واقفين باب المحكمه وكيتسناو بفارغ الصبر انه بابا يدخل الحبس. تا انا بابا دخل الحبس، تا انا دابا مليوحه من حبس لحبس، كيلوحني الحبس كل ساعه الزيارات، كل ساعه تا انا كل نهار عندي في السيمانه نهار كنقيل في حدا الباب ديال السجن، تا بابا انا راه في الحبس، تا انا راه تا حنايا كنمروا بظروف صعيبه. كتقولوا لي مو مريضه بسرعه، الله يشافيها الله يشافيها، حنا ماشي ضد الله يشافيها، ولكن علاش الامهات ما يمنعوش ولادهم منين يشوفوهم كيديروا هاد الاخطاء؟ تقولوا لي حق الامهات ما كيدخلوش اليوتيوب؟ ما يمكنش الا هي ما كتدخلش اليوتيوب تجي جارتها تقول لها شنو كاين، تجي بنتها، تجي خالته، تجي مع شنو، راه الاخبار كتوصل، خصوصا هادشي كاين والمشاهده طالعه وكل شيء سايق الاخبار. تقول لي حق امو؟ ما يمكنش امو ما تكونش عارفه ولدها اشنو كيدير، علاش هو راه شحال مره كيدير لايف في الدار؟ يمكن ما تسمعوش، الا ما سمعاتوش راه كاين اللي وصل لها الخبر اشنو كيدير ولدها، راه ما كاينش هاد القضيه. علاش الامهات داك الساعات ولا الاباء ما يقولوش لولادهم نعلو الشيطان ولا صافي ولا شنو؟ شي حل للدار. حتى انا بابا مثلا تقول لي امو محتاجه، حتى انا بابا فاش دخل الحبس كنت محتاجاه ولحد الان مازال محتاجاه، ومريت من ظروف صعيبه ومحتاجه بابا، حتى امي ما كانت محتاجه بابا، امي ما كان فيها السكر بواحد الدرجه قليله، ولات كدير الشوكه، ولات في الكوليسترول، ولات مريضه حالتها امي، ما دار اقسم بالله حالتها اللي رجليها اللي هازينها، اما الداخل حالتها فريمون حالتها. تا انا مرضت، تا انا تكرفصت، تا انا كل ساعه غادي للحباسه، دابا حنايا كل ساعه عامين ديال الحبس ماشي ساهله باش نكونوا واقعيين. يعني شنو ما كتشوفوش الحاله ديال الانسان، كتشوفوا وما كتشوفوا غير رده فعل، ما كتشوفوش الفعل. انا هذا هو اللي كيبقى فيا، منين تشوفوا انسان دار واحد التصرف قلبوا علاش. واحد الانسان ما بغاش يتنازل ولا ما بغاش ولا قصح راسه قصح قلبه، مع العلم انه حنين، انا انسان حنينه وما نبغيش شي حد الحبس، وكيبقاو فيا وما عرفتش شنو يكونوا دايرين صافي بلاش. ولكن لا، عرفتي الانسان ملي كيتأذى بزاف لا، الا واحد الانسان دار شي رده فعل قلبو منين ومناش وشنو، حيت داكشي اللي تقال ماشي ساهل. تقال انا ماشي بنت باللهجه ديالنا المغربيه بالدارجه، تقال المطبوعه، تقال الفم النوبه اليوم، تقال بشحال غتمشي معايا اليوم هاد الليله، وبزاف 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 وبزاف، وماشي غير وحده وماشي غير جوج وماشي غير لايف وماشي غير ثلاثه وماشي غير اربعه وماشي غير خمسه. يعني شوفوا انسان يشوف رده، ما يشوفش رده فعل، يشوف الفعل ديال داك الانسان عاوتاني، حتى هو كاملين كيبقى فينا الانسان دخل الحبس، ولكن شوفوا شنو دار. المهم هادشي اللي كاين وصافي، انا ما عرفتش، انا مازال ما عارفه شنو ندير، ولحد الان كنظن انه مازال استشاره، ولا يمكن راه سمعت شي اخبار ما عارفاش واش صحيحه بالضبط ولا ماشي صحيحه. ولكن انا كنقول خلي القضاء يدير اللي بغى، يخرج ما يخرجش انا ما كيهمنيش، المهم انني نتبع داك الشيء ودرت اللي ليا، هادشي اللي كيهمني. وغادي نزيد نشير واحد النقطه، هو انه ماشي غير هاد الانسان انا اللي مقصحه راسي باش ما تنازليش، ولا راه اي انسان غادي يطيح ان شاء الله، واي انسان غادي يتشد حتى هو على يسرى ما غاديش نرحمه ما غاديش نتنازل ليه. انا كنقولها من هنا، اي انسان مع يسرى ما غاديش نتنازل ليه، هذه الاولى. ثاني حاجه، الناس اللي على برا والناس اللي في الخارج، شحال غتبقاو تما 60 عام فاش نكون انا شارفه ولادي شرفوا؟ غادي نتبعكم، نهار غتدخلوا المغرب غادي نتبعكم، فهمتوا؟
اللي زعما حاس براسو مانع ولا حاس براسها مانعة ولا ما نعرف شنو، النهار غدخلوا المغرب غادي نتبعكم شحال 20 عام 30 عام نكون شرفت كاع الى طول الله العمر وغادي نتبعكم، حيت قضية فيها قاصر ما فيهاش تقادم. تقدر تقول لي تقدر تقول لي ماجور وي اه صافي غادي تدوز وصافي وغتمشي، ولكن حاجه فيها قاصر وتعديتي على بنت صغيره اللي لا حول لها ولا قوه تبغي تدافع على راسها قانونيه ما تقدرش، خاصها باها ولا امها ولا شي واحد اللي هو ياخذ لها حقها، ولا باها ولا امها ما عندهاش داك الانسان كاع، وانت تجلس كتعدى عليها وتكرفص عليها كل نهار بالهضره. صعيبه انه انسان كي 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 كيعذبك بالهضره بالكلام الكلام 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 صعيب ويوسخ لك صورتك وما عرف شنو. ايوا المهم انا كنقول لكم يعني ماشي غير انسان واحد زعما قوقت معاه ولا اي واحد جا عندي ما غنرحموش، باش نكون واقعيين حنينه وظريفه وكل شيء، ولكن اللي دار فيا ماشي سهل، اللي دار فيا ماشي سهل. انا فيا غير الهضره وانا وانا وانا، انا ما فيهاش غير الهضره، انا غنتبع ان شاء الله شكاياتي وصافي. الا كان هذا كنا غالطين له في العنوان غنزيدو نديرو مجهودات اخرى وصافي سنينا الموضوع. المهم هادشي اللي كاين البنات، وبسلام عليكم وتبقاو على خير. باي باي.